هذا الاندفاع موفقة سيداتي انساتي سادتي يا من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك خالد هنا في الحوية في موسم سباقات الطائف لرابع الاشواط. الخيل الرابحة من انتصار الى ثلاث انتصارات عمر الثلاث سنوات فاكثر والتي تتنافس على مسافة ال 1400 متر مسافة السافن فورلون قيمة الجائزة 125000 ريال. اي اي ماجيك من المسار الداخلي برفقة كول سفير وكذلك مشاهير في ثالث المراتب كولينج بلايس في المرتبة الرابعة متماسك في الخامسة يوماري في سادس المراتب بالمزرج وايضا من المسار الخارجي متوكل في السابعة والثامنة يتقدمهم كول سفير اي ماجيك مع الكسس مورينيو في ثاني المراتب مشاهير مع نايف العنزي في المرتبة الثالثة كولينج بلايس مع ريان طويرش في المرتبة الرابعة ومتوكل من المسار الخارجي في خامس المراتب يوماري من خلفهم مع محمد ادهام هنا الكسس مورينيو لم يستحث اي ماجيك حتى الان كول سفير في المطاردة متوكل قادم من المسار الخارجي وعبد العزيز العيش يستحث متماسك في مريان طويرش يود ان يحدد المسار لكولينج بلايس قادم بقارة من المسار الداخلي ال 400 متر الاخيره وصراع تعزيز الانتصارات اي ام ماجيك يوسع الفارق قادم بقارة كولينج بلايس وكذلك المزرج مع عبد الله العوفي سلتر من المسار الخارجي اي ام ماجيك يستحث الكسس مورينيو المزرج من المسار الخارجي الى الداخلي سلتر قادمه هنا مع محمد سعيد المزرج يحافظ يوسع الفارق سلتر قادمة لكن المزرج من أول حضور يسجل الانتصار بشعار سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز تحضيرات المدرب الرائع عبد الله بن مشرف والقيادة الموفقة للخيال عبد الله العوفي إذن المزرج يحمل راية الانتاج في هذا الشوط